السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ اليوم إن الله شاء سهلا. الله بدنا نحكي عن علاج التهاب العصب البصري. طبعا حوالي 50% من مرضى التصلب اللويحي يكون أول عرض عندهم هو مشكلات بالبصر والرؤية، عشان هيك عادة التشخيص بكون مرض من يعني أول تشخيص بكون من طبيب العيون، يكون اللي بحولنا على طبيب الأعصاب. من أعراض التصلب فقدان جزئي أو كلي للنظر، ممكن يكون التهاب العصب البصري بيعمل على أوجاع في العين، ممكن زي ضربات بالكهرباء لما نحرك الرأس بصير زي ضربات بالكهرباء، ممكن يعمل هاي الهجمة على رؤية مزدوجة أو ضبابية. كل من المشكلات في العين إنه صار هجمة بالعين. طبعا العصب البصري هو مجموعة من الألياف العصبية اللي بتنقل معلومات بصرية من العين للدماغ، لما يلتهب بيعمل على فقدان الرؤية وعلى عمى الألوان ورؤية الأضواء الساطعة، وأكيد في ناس مجرب هالإشي. ممكن المشكلة ما تكون في العينتين مع بعض، ممكن تكون بس في عين واحدة. طبعا السبب بكون إنه الجهاز المناعي استهدف مادة المايلين اللي بتغطي العصب البصري، والمايلين هو اللي بيساعد في انتقال النبضات الكهربائية من العين للدماغ، فلما يتلف المايلين بصير عندنا التهاب العصب البصري ومشاكل بالنظر. والعمى بكون نادرا، أما مشاكل النظر بتكون مؤقتة وبتروح مع العلاج اللي هو الكورتيزون. ليش بتروح؟ لأنها بتكون هجمة وخلص بتاخذ الكورتيزون برجع معها النظر طبيعي. طبعا شو العلاج لما بصير معك مشاكل بالرؤية؟ أول إشي بتروح على الطبيب، لأنه على الأغلب بتكون هجمة ولازم الكورتيزون، لأن الكورتيزون بيعمل على تخفيف نشاط الجهاز المناعي اللي عمل لك التهاب العصب البصري. وعند الطبيب الشاطر لازم يعمل لك رسم كهربائي على العصب البصري، لأنه ممكن يصيب الأعصاب الأخرى في العينين، يعني زي العصب الثالث والعصب الرابع والعصب السادس اللي بيتحكموا في حركة العين وبيعمل على ازدواجية الرؤية وظهور حول بالعين. طبعا لو أخذت كورتيزون وما نفع معك ودخلت ويعني ظلت المشكلة مستمرة عندك والهجمات تجيك باستمرار على عينك، وحتى لو ما الكورتيزون ما تنفع وحتى يعني ما كورتيزون ظل عندك مشاكل بالرؤية، هون روح لدكتورك واستشيره في علاج عبر تبادل البلازما. وحسب معرفتي انه هالعلاج فعال جدا والله اعلم، يعني استشير طبيبك في هالموضوع. وحتى ما توصل مشاكل في الرؤية وتمنع حدوثها، حاول انك تخفيف النظر للهاتف او الجهاز اللي عندك، حتى الهدف انك تريح عيونك. حتى الفيديوهات اللي انا بنشرها بتكون مقطع صوتي، حتى انه ما تتعب عيونك تتفرج على الفيديو، تسمع السمع بس عشان تريح عيونك. وكيف كمان تريح عيونك؟ بالنوم بكير وعدم السهر، وتصحى بكير، وتبعد عن الحمامات الساخنة، تبعد عن التدخين، تبعد عن الكحول، لانهم بأثروا كلهم على العصب البصري. وفي اغذية ممكن انها تخفف من حدة العصب البصري، يعني زي البلح، زي منتجات الألبان، زي الفواكه زي التفاح والأناناس، يعني هاي لما تاكلها ممكن ايش تخفف عندك التهاب العصب البصري. وبالأخير بتمنى انكم انتم تحاولوا انه ما يحدث عندكم مشاكل في العصب البصري. طبعا انا الحمد لله ما عمره صار معي التهاب في العصب البصري، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة، ولا تنسوا تحكوا لأصدقائكم عن هاي الحلقات خاصة للأصدقاء الجدد. وأتمنى أنكم تعملوا اشتراك، ومع السلامة أصدقائي.